عماله تقولي عايزه سمر نديم. طيب هو هفضل اقول ان ده سمر نجم اللي هاخدها عليا، انها في الاول وفي الاخر تعتبر زي بنتي، وشالتني ياما شالتني، وادتني ضرب سنين في بسين قبل ما تعمل الدرب بتاعتها، وربنا يزيدها من نعمه ويوفقها فيها، ما اقدرش اقول اكتر من كده. طيب دلوقتي يا حاج انا عايز اعرف من حضرتك والساده المشاهدين في بوابه مصر 2030، عايزين يعرفوا قصه اللي ولاد حضرتك سابوكي. ولا انا ما اعرفش هم سابوني ليه، يمكن انا وحشه يعني معاهم. انا مش عايز اقول اللفظ التاني اللي هم رموكي في الشارع. لا هم مش رموني، ده هم دلقوني. مش انت تقول، انا اقول هم دلقوني في الشارع، بس ليه مش عارفه. ولا انا مش وحشه معاهم، ولا انا ام مثلا زي اي ام بتتدخل في حياته، انا بعتبرهم اخواتي واصدقائي. عملوا اللي عملوه، طردوني. واحد صدق مراته ان انا كلمتها وانا كنت خدامه عندها، بغسل لها وبعمل لها الحاجه، طردني عشان مراته. والتاني مش عارفه، يعني انا مش انا نفسي مش عارفه في ايه في الدنيا، مبقاش في خير العيال ليه. واقول ربنا يهدي. طب دلوقتي انت قلتي انا عايز اروح عند سمر. ايوه استاذه سمر ممكن تفضلي معانا حبيبي. انا اول ما شفت دموع نحمده، انا كان حاجه كده قبضت قلبي، وكان حد من اهلي ضايع مني ونازله ادور عليه، كان حد من اهلي. لان اصلا انا قبليها يوم الجمعه اللي فاتت كنت بتصل بيها على الرقم القديم بتاعها وكان بيديني مغلق. فاول ما لقيت الفيديو استغاثه والناس ابتدوا يبعتولي على صفحه زهره مصر انزلي انقذيها 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 خديها، نزلت جري بالعربيه وخدتها. انا يعني اول ما شفتها حسيت ان حد ضايع ولقيته. نفسي اشوفها كويسه. هي من ساعه ما جت امبارح وهي نايمه طول الوقت نايمه. طبعا انا عارفه طمنيني على صحتها. طيب يا استاذ ضغط الشارع، ضغط الشارع، وطبعا قولي لي يا حاجه، قولي لي يا حاجه نحمده، انت 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 يعني انا حاسه ان انت متضايقه او تعبانه. انت عايزة. طلبتي استاذه سمر قلتي بتريحك. ايوه هي انت دلوقتي عند استاذه سمر؟ لا انا عايزه امشي. الدار اولا مش زي بعيد، زمدة، مش عارفه، انا يمكن غريبه عليا شويه على بعيد الشارع. ما انت قاعده معززه مكرمه يا حاجه. ايوه مش زي انا واخده على الشارع والزمبريطه واللي رايح هي واللي نحمده عايزه اسيب لها الباب مفتوح تروح وتدخل وتطلع. انا واخده على الشغل، واخده على ان انا انكش وزاره التضامن، واخده ان انا انكش، واخده ان انا مش هقعد كده معلله عامله زي الست اللي اتدلق زيتها وقاعده محتاسه. طب يا حاجه ما انت مش مرتاحه وكله تمام ولا في حاجه ناقصه؟ صحتها تعبانه وضهرها انا مش عارفه ناقصه ولا ايه اللي تعبك يا حاجه؟ اللي تعبني؟ اتكلم؟ اتكلمي، ما حدش ليه عندك حاجه يا حاجه. ايه اللي تعبك؟ قولي لي ايه اللي تعبك. انا والله ما انا عارفه اقول لك ايه. ما هو برضه هقول لك ابني اللي ضربني بيها. ابنك ايه؟ ابني اللي ضربني بالبودره. ابنك؟ اه. ضربك بايه؟ بالبودره. ازاي الكلام ده؟ زي الناس. ابنك؟ ايوه هو اللي ضربني. خلاكي ادمنتي بودره؟ ايوه هو اللي خلاني ضربني البودره. ايوه. طب وليه يا حاجه ما حاولتيش تروحي مصحه ولا تتعالجي؟ رحت وخرجت منها ورحت دار المسنين وقبل سمر. راحت دار احد الدور الرعايه السنه اللي فاتت، انا وديتها فعلا دار الرعايه وقعدت هناك فتره وكانت بطلت، وبعد لما مشيت من الدار هي رجعت بقوه للي هي كانت بتاخده. ومن ساعه ما دخلت الدار امبارح وهي عايزه تمشي، عايزه تمشي عشان ترجع لبيتها. وفعلا انا عايزه امشي. طب يا حاجه يعني انت يعني ربنا يعني يعافيكي من اللي انت فيه ده، مش المفروض نكمل علاجنا بقى ونشوف الموضوع لا ده؟ مش قادره. مش قادره ازاي؟ مش قادره. انت قويه على فكره. ماشي انت قوية بس يا حاجة. انا مش قادره يا جدعان، انتوا مش حاسين بيا. بس هرجع تاني واكلم حضرتك، ازاي ابن حضرتك يجيب لك اللي انت بتقولي عليه ده تاخديه؟ منه لله. هي فعلا اول مره قابلتها خالص، وانا كنتش حابه ان انا اتكلم في الموضوع ده، ان هي اول مره انا قابلتها فعلا قالت لي الكلام ده كله واحنا في عربيه طالعين على الدار التانيه. منك لله يعني، منك لله يا ابني. دلوقتي مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030، الحاجه بتقول ان ابنها يعني خلاها ادمنت مواد مخدره. انت عارف انا عايز اقول لك انا في حاله صدمه من امبارح، انا مصدومه ومقهوره وحزينه، وعندي جالي حاله من الاكتئاب اللي هو انا مش عارفه اتصرف ازاي. احنا هنا دار لإيواء الناس اللي بلا مأوى اللي في الشارع، يعني اللي هم ملهمش حد، مش لي انا. طب وانت
الشغل بتاعك؟ ببيع مناديل وانا بشحت. المناديل دي بقى بتجيبي بيها ايه لما بتبيعي؟ بجيب بيها بودرة. طب ازاي يا حاجه؟ طب مش انا بقول لك الصراحه اكذب. طب ليه يا حاجه ما بتتعالجيش؟ ما الاستاذ سمر عايز يتعالج. ما انا اتعالجت ورجعت لها تاني. انا سمعت في الفيديو بتقول انا عايزه سمر. ايوه سمر اهي. طيب ما هي وهي مش متاخره عني. عايزه تمشي ليه بقى يا حاجه؟ عايزه امشي ان انا ما خدتش على الحبسه. هي حبساني. انا بحسب ما عشان تشفي يا حاجه من اللي انت فيه. لا مش واخده. انا عايزه امشي. يعني ولادك يا حاجه رموكي في الشارع؟ الاستاذه سمر وقفت جنبك. خليك كتر خيرها. تمام. احنا بقى نكمل. انا عشان انا اساعد نفسي وابقى ست كويسه لازم اشوف اي حاجه اقدر اعمل بيها. لا اما اجيب طمول. انتوا عارفين يا جماعه يا حد بيقول لك فين عيالك يا حاجه؟ عايز اقول لك على حاجه. بص يا استاذ وليد انا عايز اقول لك على حاجه. هي دلوقتي معاشها 2000 جنيه. تمام. وانا حاسه ان في ناس كتير بتستغلها عشان معاشها ده. فانا بقول لها فلوسك خليها زي ما هي، ما حدش يجي جنبها. انت هنا هتاكلي وتشربي كل حاجه واحلى لبس واحلى حاجه، وكل حاجه هتلاقيها موجوده. يعني مش محتاجين منك حاجه. امبارح قبل ما نمشي كان في واحده واقفه معاها، انا حتى شكرتها في اللايف، ما كنتش اعرف ان هي ليها فلوس عندها. قالت انا ليا فلوس عندها ومش هديك الطاقه لما تديني الفلوس. حصل. وبالفعل اديتها الفلوس. دي تيجي يا 600 جنيه. اديتها الفلوس. عيالك يا حاجه ما سالوش عنك بعد ما شافوا الفيديو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هم قاعدين فين طبعا؟ ولا سالوا عنها قبل كده؟ بالغيط خالص. واحد في الغيط من ولاد شامه. مين فيهم يا حاجه اللي جاب لك المخدرات تشربيها؟ هم اول اللي اسمه هاني. اسمه هاني؟ اه. انا بصراحه انا شعري وقف دلوقتي يا حاجه وانت بتتكلمي معايا. ابنك يخليكي تشربي مخدرات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لك ان انا خايفه عليها ترجع الشارع، عشان الموضوع ده بيؤدي الى حاجات تانية كبيره، وممكن لا قدر الله يحصل لها حاجه. وانا نفسي ان هي يعني ترجع لربنا سبحانه وتعالى في الايام الاخيره. انت مش ضامن عمرك، يعني الواحد مش ضامن عمره. ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرص عشان نتوب الى الله. ربنا بيفتح لنا بيبان حلو عشان نرجع. فربنا فتح لك باب عشان انت تفوقي وترجعي لصح للصح، وتبقي قاعده هنا في حياه كريمه. وقاعده انت في النظافه. انا جيت شفت المكان نظيف جدا. يا ابله سمر، يا ابله سمر، يا حبيبه قلبي، انا بحبك. انا بحبك. عارفه يعني ايه بحبك؟ بحبك اكتر من الدنيا دي كلها. لكن انت مش عارفه ايه اللي في جسمي. اكون المدمن على فكره. قلت لها اجيب لك دكتور. حتى طب ما احنا ممكن نناشد الدكتور دلوقتي يا حاجه يجي. ما في دكتور يا جماعه. يجي وانا مش هترضى. طب ليه يا حاجه؟ واولادك هم اللي عملوا كده؟ ايوه ابني هو اللي عمل كده. هو هنا عشان تاجر فيها. انا بصراحه مش لاقي كلام اقول. انا عايز اقول لك. لا انت هتشوف. انت هتشوف كتير في الشارع. يعني انت حضرتك انا عاجبني النوم بتاعتي كده. طب ما انت هتروح تقعد في الشارع. انا محتاجه بس في الشارع. بس بشتغل على الشارع. نايمه في الشارع. ما انت هتقومي تشتغلي معايا هنا. مش انت قلتي انا هشتغل معاكي في الدار؟ شغالي يا استاذ سامر. هشتغل معاكي ازاي؟ هشتغل معاكي وانا ما فيش شقه؟ طب ما انت كده تشتغلي في الشارع. هيكون في ايه؟ انت عندك كام سنه؟ ده اللي بيقويكي؟ 64 سنه يا حاجه. انا انت قلتي حاجه في اللايف هنا مع الجريده. مين اللي بلاك بيها يا حاجه الحاجات دي؟ هاني. مين هاني؟ هاني ابني. يعني هيكون مين؟ طبيعي بوابه مصر 2030. هي بتقول اولادها يعني خلوها تدمن بعد المواد المخدره، وبعد كده مش هو ابن واحد. إيه اسمه؟ هو هاني. هو هاني ابنها. وبعد كده رموها في الشارع صح كده؟ ولدي بيسال. طب انت ربنا فتح لك باب دلوقتي عشان ترجعي لي وتبقى بعيدة عن الطريق ده خالص يا نحمد. يا نحمد ومكان. وانا اول ما شفت الفيديو جريت عليكي يا نحمد. عاملين لي حساب ان انا جريت لك. لا وانا شفت الدنيا وجيت لي. طيب وانت دلوقتي عايزه تمشي برضه عشان ترجعي للي كنت فيه؟ انا عايزه ارجع للي انا فيه. مش عايزه اعلن. تمشي. انا حتى سايبه لك التليفون بتاعك هنا وما منعتوش عنك. اشمعنى انا يعني هتمنعيه عني؟ ما فيش حد هنا معاه تليفونات. لا كلهم معاهم تليفونات. ده الشغالين الموظفين بس اللي معاهم. الموظفين فقط. الموظفين اللي معاهم. ما فيش حد هنا تاني معاه تليفون. ممنوع. اشمعنى حضرتك انت لما انا عملت كده عشان ارضيكي؟ عشان ارضيكي يا نحمدو. لا طب ما الناس هناك كانت معموله عشان ارضيكي. انا عشان ارضيكي. عشان ارضيكي قلت ان انا اسيب لك التليفون عشان ما اقفلش عن كل حاجه. انت برضو عايزه وانا يعني بتكلم مع حد. ما انت بتعملي. مش بتعملي اتصالات؟ لا مش. مش في حد كنت بتقول له تعالى؟ انا تعالى خدني؟ لا ما فيش حد. تعالى خدني. انا مش انا لوحدي. حد مين اللي هياخدني؟ حتى معمل التحاليل جبناه النهارده برضه راح. طب ليه؟ كده ايه؟ يا حاجه انت مش عايزه اللي ربنا يكرمك. انا بذنوب ايه ده؟ انا بذنب في نفسي. طيب خلاص ربنا بيسامح. يعني بذنوب في حاجه. انت يا ست
زي فل وكويسه وجميله وقمر وانا بحبك، وقلت لك خليكي قاعده معايا هنا وهعمل لك كل اللي انت عايزاه. برضو عايزه امشي، اعملي معرفة لو الساعه 2 بالليل همشي. عايزه ترجع للي هي احنا عملنا محضر امبارح في القسم اثبات حاله ان هي دخلت عندنا الدار. طب انت كده عملنا كشف طبي وعملنا كل حاجه، وبرضه بتقول لي كده، بتقول لي لا روحي اعملي محضر ثاني ان انت سبتيه. انت عايزه تمشي ليه؟ بتقول لي همضي اقرار وبتقول لي هصوريني زي الدار اللي فاتت لما مشيت. شوف الشارع عامل ازاي. لا مين قالك انا قاعده في الشارع؟ ما هو اللي صور مع حضرتك الفيديو طلبتي منه انا عايزه اصور نديم. انا شفت الفيديو كده. هيقولوا يقولوا انت اللي قايله، انت اللي قايله الفيديو انت متصوره. انت قلتي حبيبتي ان انت عايزه سمر وعايزه تعيشي في حياه كريمه وعايزه تعيشي امان. بنادي عليكي عشان انا تعبت من الشارع، تعبت بس ما قلتش نايمه في الشارع. حلو، تعبت من الشارع وهي جابتك عايزه بقى تمشي ليها حاجه برضو. لا وهي كانت بتقولي انت كده خليتيني ما رستقش نفسي واجيب حاجتي. ايوه قعد.